الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بقوتك راية الحق والدين، وانصر جندك الموحدين. اللهم كن عونا لإخواننا المجاهدين في سوريا وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لهم ولأمتنا بالنصر والفرج والفتح القريب الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود، وأذن لقرآنك يا رب بأن يقود. اللهم آمين. ثم أما بعد، حديثنا متصل من سلسلة الوعد الحق، حيث وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالنصر إنهم أقاموا الدين في قلوبهم وفي بيوتهم وفي مجتمعاتهم. قال ربنا في القرآن: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان حق على الله، والله يوجب على الخلق ولا يوجب عليه شيء، إنما هو الذي أوجب على نفسه سبحانه. قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ليس تمكين ظهور وحسب، إنما تمكين سلطان وحكومة تكون الأمة الإسلامية أعظم إمبراطوريات في العالم كله، تكون هي الآمرة الناهية يوم أن ينصلح حال الفرد المسلم. فإذا انصلح حال الفرد المسلم حول الله الذل إلى عز، وحول الفرقة إلى وحدة، وحول التنافر إلى محبة ومودة، وحول الضعف إلى قوة. قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشروط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كن مؤمنا يأتي النصر. عود نفسك أن تتعلم الإيمان، وأن تجعل هذا الهم في حياتك تطبيقيا عمليا، ليس كلام يقال، إنما هي أعمال تطبق ومن خلفها نية مرتبطة بالإخلاص لله رب العالمين. وتكلمنا في اللقاء السابق عن شعبة من شعب الإيمان المتعلقة باللسان، وكانت الصدق. واليوم
نتكلم على ضد الصدق والتنفير من الكذب. تعلمون أن حياة الناس الآن، أنا لست داعية لليأس، إنما أنا أحب أن أشيع الأمل بين الناس، لكن بربكم كم يصدق الإنسان في معاملاته في اليوم والليلة مع ربه ومع نفسه، وكم يكذب؟ ما هو حجم الكذب الذي يكون بين الناس في حياتهم؟ في التلفزيون، في الكمبيوتر، في الجرائد، في المعاملات اليومية مع الناس، في البيع والشراء، حجم الكذب حاجة صعبة جدا. والكذب يعيق تقدم الأمة وإرجاعها إلى الحق، لأنه بيتنافى مع قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويتنافى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور تهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب، وفي رواية: يتحرى الكذب، يعمل يبهرها زي احنا بنقول. ما احنا بنسمي الكذب دلوقتي مبهره وفهلوه، وراجل بيفهم دي اسماء الكذب الان، يبهره يعني. قال: وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بتتبع القرآن الكريم تجد ان اول من كذب في هذا الوجود هو ابليس اللعين، فالذي يكذب قدوته ابليس، إنما قدوته الذي قدوته محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون كاذباً، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لما أسكن الله آدم وزوجه الجنة حقد عليهم إبليس وأراد أن يوقعهم في المعصية، فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لاحظ المقدمة اللي هي الدراما بتاعت الأفلام دي. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بعدين: وقاسمهما، حلف لهم بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إيه اللي حصل؟ بلهما بغرور ووقع في أكل الشجرة. فأول من كذب على الإطلاق هو إبليس. والأبلسة والشياطين عادتهم، سواء الأبلسة من الجن أو من الإنس، عادتهم الكذب. ربنا يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يبقى كذاب نزل لمين؟ نزل لكذاب. يلقون السمع وأكثرهم إيه عند ربنا؟ أكثرهم الكاذبون، أكثرهم كاذبون عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: إن الله عز وجل إذا أمر أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها كأنها سلاسل من حديد أو من نحاس في رواية، على صفوان، يعني الحجارة الملساء تضرب كده فيها إخباتا وخضوعا لله. حتى إذا انتهى الأمر وفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقال الذي سمع، أي من الملائكة، قال: يقول الحق وهو العلي الكبير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ إلي عم الزاد، أن الأبالسة الجن يجلسون واحدا فوق الثاني وانحرف بيده قليل، يعني واحد فوق الثاني فوق الثالث فوق الرابع هكذا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، يتسمعون وينصتون، فيأخذ كلمة واحدة ويلقيها إلى الذي تحته والذي تحته والذي تحته، ربما يدركهم الشهاب فيحرق الذي معه هذه المعلومة فلا تصل إلى الساحة، وربما لا تأتيه فتصل إلى الساحة، فيضيف إليها 100 كذبة ثم يلقيها للناس. الناس بتعمل إيه بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يتذكر الناس إلا الكلمة الوحيدة الصادقة في هذا، وينسون كل الكذب ويسعون إليه في حوائجهم. أي كلام من هذا؟ أي كلام من هذا من المسلمين؟ يسمعون الكذابون ويصدقون.
ايه؟ يرى 99 كلمة، بالعكس ده بيرى الصدق ويرى 99 كلمة. هذه عادة الناس، عادة الناس بالسعي وراء الكذابين، السعي وراء الكذابين. القرآن الكريم نبهنا على قصة هؤلاء الكذابين وحكى لنا قصة إخوة يوسف. عندما جاءوا إلى أبيهم ودخلوا عليه وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وأكله الذئب. وبعدين يا ريتهم سكتوا، إنما أعلنوا هم كذابين، أعلنوا بالدليل الدامغ، وما أنت بمؤمن لنا ولو، يعني مستحيل، ولو كنا صادقين، مستحيل نكون صادقين، إحنا كذابين ومخططين لهذا الكذب، ولو كنا كاذبين. قال ربنا، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال ربنا حكيا عن يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هكذا قال. فكذب أخوة يوسف على أبيهم النبي وعلى أخيهم النبي عليهم الصلاة والسلام. ثم غادر موسى تلك الأرض إلى أرض مصر، وهناك كذبت أيضا عليهم امرأة العزيز لما راودته عن نفسه وقال معاذ الله، فاستبق الباب وقدت قميصه من إيه؟ من دبر، وألف يا سيدها لدى الباب. قالت، تعرف القاعدة بتاعت الستات خذوهم بالصوت ليغلبوهم، نفس الكلام، ما أراد، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي العمل، وبعدين بتعمل إيه؟ بتلقي عليه التهمة جزافا. لكن ربنا سبحانه وتعالى أوجد لهم شاهد من بينهم يحقق في الأمر، فقال إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لكن لقى القميص قد منين؟ من دبر. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قصة الكاذب في القرآن الكريم كثيرة. الكفار يكذبون على جموع المسلمين. شوف من القضايا اللي بيثروها، انتم يا مسلمين اعداء للإنسانية واعداء للمرأة، وبتقهروا المرأة ولبسينها الحجاب غصب عنها، المفروض تقلع الحجاب وتقلع هدومها وتمشي كده زي الحيوانات السائمة زيهم يعني. ربنا يقول في القرآن، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا فيه يفترون. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. اليهود بيكذبوا أيضا علينا. هم اليهود لم يصدقوا إلا مع الأنبياء، الأنبياء بس الصادقين، عدا ذلك كل سنة وأنت طيب. الأنبياء فقط، أنبياء هم فقط وبعض صالحيهم يعني اللي يعلمهم ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا ادعوا كلام كثير جدا على الله سبحانه وتعالى، كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله، وهم متأكدين أنه مش من عند الله. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى خيبر، فسألت المرأة عن أحب الأشياء التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه يحب ذراع الشاة، فذبحوا شاة وشروها وصروها ثم دسوا فيها السم وأكثرت السم في الذراع. جلس النبي يأكل، صاحبه توفي، مات شهيدا، البراء بن معروف رضي الله عنه أرضاه، إنما هو يقول إن الشاة المسمومة المذبوحة نطقت وقالت لا تأكلني فإنني مسمومة، ما تبلعنيش، فبصقها. ثم قال النبي علي بمن كان هاهنا من اليهود فجمعوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلكم سؤالا، فهل أنتم صادقين؟ تصدقوا بالكلام؟ قالوا نعم نحن صادقين. فسألهم عن أبيهم، ما اسم أبيكم؟ فقالوا فلان ابن فلان. قال كذبتم، إن أباكم فلان ابن فلان. قالوا صدقت يا أبا القاسم. ده لسه أعطيه الوعد إن هم يكونوا صادقين الآن يعني. قالوا صدقت يا أبا القاسم. فقال النبي إني سائلكم سؤال، فهل أنتم صادقين؟ قالوا قد عرفت فينا الكذب، انت عرفت
كما كذبنا في الأول وتفضحنا، ربك هيقول لك برضه إن إحنا إيه؟ إن إحنا كذابين. فقال: من أهل النار؟ فقال: ندخل فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فهمنا؟ وقالوا: لن تمسنا النار إلا إيه؟ أياما معدودة، وبعدين إحنا نستوطن في النار إحنا. فقال النبي: اخسأوا فإنكم فيها لا تخرجون. أنتوا عارفين. ثم قال: إني سائلكم سؤالا، سؤالا، فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. حاجة الوحيدة اللي صدقوا فيها بس بشيء من السياسة بتاعتهم اللي بيضحكوا بيها على البسطاء وأهل الغفلة وما أكثرهم في المليون، في المليار وثلاث أرباع، ما أكثرهم من أهل الغفلة. قال النبي لهم: لماذا وضعتم السم في هذا، في هذه الشاة؟ فقال: أردنا أن نعرف إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا عافاك ربك، وإن كنت نبيا عافاك ربك. هذا كلام مين؟ اليهود، حبايبهم، حبايبهم بتوع السلام، مش كده؟ حبايبهم اللي ربنا يحصرهم معاهم إن شاء الله، إن شاء الله الاثنين مع بعض. النصارى يكذبون وقالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني سبحانه وتعالى، لو أراد أن يتخذ ولدا استنى كل هذه المدة ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما هو واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، وهم يعلمون أنهم كاذبون. يبقى إبليس بيكذب، إبليس بيكذب، واليهود بيكذبوا، والنصارى بيكذبوا، والكفار بيكذبوا. طب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ ممكن أخاف، مفيش مشكلة. قال: أيكون بخيلا؟ مفيش مشكلة، ممكن يكون عنده بخل، الحاجات دي بيئة زي ما تربى بيته. قال: أيكون كذابا؟ قال: لا، المؤمن لا يكون كذاب أبدا. ليه؟ لأن الكذب صفة من صفات المنافقين، الكذب صفة من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث، منها إذا حدث إيه؟ كذب. معنى كده إن الواحد لازم يفكر قبل ما يتكلم، قبل ما تخرج أي كلمة، ويشوف الكلمة دي هتوديه فين؟ مع أهل اليمين الصادقين ولا مع أهل الشمال الكذابين والعياذ بالله؟ كذب عند الناس في البيع والشراء وفي المعاملات ما أكثر، ما أكثر هذه الصور. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع، من اقتطع بيمينه مال ليس ماله من مسلم، اقتطع بيمين كاذبة مال ليس من مال، ليس ماله من مسلم، طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين. أروى بنت أويس كانت مجاورة لأحد الصحابة، سعيد بن زيد أو زيد بن ما أذكر اسمه، مجاورة له، فادعت أنه جار، يعني أخذ جزء من أرضه، مش احتل الأرض كله وبيدعي أنهم أرضهم، لا، ده حتة صغيرة كده جار عليه. ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم وقالت: إن هذا قد سرق مني جزءا من أرضي. فقال: كيف أفعل ذلك ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع أرضا من مسلم ليست أرضه طوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين. قال الحكم: والله لا أسألك عن بينة، ده من أصحاب النبي، علوم، والله لا أسألك عن بينة، اذهب. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت أروى بنت أويس كاذبة فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتموت في أرضها. فما ماتت المرأة إلا بعد أن عماها الله، فمست يوما في أرضها فوقعت في حفرة فماتت. الكذابين، الكذابين، الكذابين ما لهمش أي خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. تخيل لو إن حجم الكذب، حجم الكذب يعني يقل شوية بس في التلفزيون مثلا كمثال. زمان كان الكذب بتبقى كلمة أو كلمتين، الآن الكذب بقى له قنوات. تتفرج على قنوات مثلا، تسمع عن الثورة مثلا الليبية ولا الثورة المصرية ولا تسمع عن الثورة، تدخل على تلفزيون سوري، تلفزيون السوري، والله العظيم حاجة تجنن، تجنن يعني، كأن يعني لا شيء يحدث في هذه الأرض إلا الفلاح، والدنيا ربيع والجو بديع والكلام بتاعهم ده حاجة يعني ما فيش حد بيموت، مش كل يوم بيموت 200 و300 واحد، لا لا لا، ما فيش أي حاجة من الحاجات دي.
بيدوا الناس ورد وبيلعبوا مع المعوقين، والخنزير زار المكان الفلاني والخنزير اتكلم في المكان الفلاني، والناس بتصدق والناس بتصدق. اسأل أي واحد من اللي قاعدين دول، في ناس ياما من المثقفين المصريين بيلعنوا الإخوان المسلمين وبيلعنوا مصر، وفي ناس من المتفيهقة اللي ما يعرفش حتى الألف من قوس الدورة بيتكلم في السياسة كأنه هو سياسي بارع، مع إنه مش فاهم أصلاً مش المقاصد ولا بين السطور، مش فاهم العبارات حتى، العبارات حتى. وبدأ يكذب بسبب مين؟ بسبب الإعلام الكذاب، كذاب ليل نهار، عمال يكذب ليل نهار. من ضمن الكذبات بس على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، طلع في كل الجرائد الكذابة وفي كل القنوات الكذابة إن الإخوان المسلمين لم ينجحوا في أي جامعة من جامعات مصر. فعملنا استقراء على الموضوع وبحثناه مع الناس، قالوا في مصر 18 جامعة، الإخوان مسكوا 11 جامعة ومشاركين في السبعة الباقيين. لم يقل أحد هذا. الأمر الثاني، موضوع رواتب الناس اللي كان 200 جنيه، عارف 200 جنيه يعني 15 دولار. واحد خريج جامعة بياخد 15 دولار. 15 دولار في السنة، في الشهر، هو وعياله، خريج جامعة. خلى الأقل راتب 1200 جنيه. 1000 اعملهم بقى على 6 في الدولار. لم يقل أحد هذا الكلام. لم يقل أحد هذا الكلام، إنما الكلام إيه؟ نغم مع الإخوان، هما بيحاربوا الإخوان ولا بيحاربوا الإسلام؟ أنت بقى تعرف بنفسك. إذا كانوا بيحاربوا الإخوان حاربهم وأنا بحاربهم معاك. مفيش مشكلة يعني. إنما لو بيحاربوا الإسلام انتبه. عشان ما تكونوش من أهل الغفلة من الكذابين يمشوا وراهم. لا. أنت عارف دايماً الكذابين بيكون عندهم قنوات بيضحكوا بيها على الناس، فرعون لما حب يكذب على الناس عمل إيه؟ عمل تلفزيون. مش كده؟ ساحر بني إسرائيل الصغير ده اللي هو هامان. طلع للناس وقال لهم هو ربكم الأعلى. ها؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى الكذب في حياة الناس على مستوى الدين وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى المعاملات فيما بين الناس، حتى أولادنا بيربوه مع الكذب. لو واحد اتصل عليك تقول له رد عليه وقول له أبوك مش هنا، أبوك مش هنا، بيعلمه بيدربه زيكم كذاب. لما عقبة بن عامر بيقول كنت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مدينة لزيارته، فقالت أمي تعالى، كنت صغير ألعب، فقالت أمي تعالى أعطيك، تعالى وأنا أديك حاجة كده. فقال النبي وماذا ستعطيه؟ قالت سأعطيه تمرا. قال أما إنك لو لم تعطيه لكذبت عليك كذبا. يا عم لا كذبة بيضة، وفي كذبة بيضة، ما كل الكذب أسود ونيل بنيل. كذب يا أخي، مش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة، كله أسود، كله ود جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذوه الملكين ومر على واحد نايم على شاطئ لنهر من دم، وواقف عليه واحد بيعمل ايه؟ ماسك سكينة بيقطع حرقه من هنا ويلف لحد ما ياتي الناحية الأخرى وينزل منه الدم ويعود مرة أخرى، لما يوصل هنا تتصلح من جديد ويفضل يعذبه. فقال قلت من هؤلاء؟ مين دول؟ فقال هؤلاء الكذابون يعذبون هكذا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، يبقى معنى يوم القيامة ده إيه؟ ده العذاب أشد. يوم القيامة العذاب أشد. هذا لمن يكذب، لمن يكذب. يبقى المسلم لا بد أن يكون صادقا في فعله وصادقا في قوله، ويبتعد عن صفات المنافقين. أصدق مع الله في دينك، وأصدق مع نفسك عشان يرتاح ضميرك، وأصدق مع الخلق عشان ربنا يفتح عليك أبواب الخير. يقولون عن أيوب عليه السلام كان إذا مر على رجلين أحدهما يقسم، واحد بيحلف يقول والله العظيم حصل، والتاني ساكت بيسمع بس، قال أنه عليه السلام كان يكفر عن الاثنين، عن الاثنين، خشية أن يكون أحدهما حلف بالله كاذبا. يكفر عن الاثنين، عن الاثنين. عشان كده لما حلف على مراته أنه يضربها ربنا أثابه الرخصة وقال له خذ بيدك ايه؟ ضغطا، اعواد القش النشفه دي الجذب، خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، ضربه ضربه واحده، 100 واحد 100 حيوط حطهم كده وضربها مره واحده. فخفف الله عليه واعطاه الرخصه لانه نبي صادق، مش صادق في نفسه، لا صادق مع مجتمعه كمان. يمر عيسى عليه السلام على رجل بيسرق يقول له اسرقت؟ قال له لا والله الذي لا اله الا هو. يا الله، ايه ده اسمه ايه؟ اسمها يمين ايه؟ بيحلف على يمين في الماضي، على يمين في الماضي اسمه يمين غموس،
عارف غموس يعني ايه؟ يعني ملوش توبه. يعني لابد صاحبه يغمس في جهنم والعياذ بالله. طب افرض واحد تاب، امره الى الله، ان شاء قبل وان شاء عذب، امره الى ربه. قال له سرقت؟ قالوا لا والله الذي لا اله الا هو ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام صدق الله وكذبت عيناه. صدق الله وكذبت عيناه. بربك لو واحد بيكلمك وقال لك والله بتصدقني ولا لازم يحلف لك بالثلاث والاربع والخميس والجمعه والعصر؟ بتصدقه؟ بتصدقهوش. كمان ربنا سبحانه وتعالى بيستخدموه في الكذب، مع ان ربنا قال ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. اياك ان تدخل لفظ الله في ايمانك ان كنت كاذبا، حتى وان كنت صادق تحرج من ذلك، تحرج من ذلك. لا تذكر اسم الله الا فيما انت متاكده تماما، لان اسم الله عظيم. حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من حمله العرش راسه تحت العرش وقدماه في تخوم الارض السفلى. بيقول ايه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعرضنا المفاهيم. قال خفقان الطير، طيران الطير، من كتفه الى شحمه اذنه، من عاتقه الى شحمه اذنه، مسيره 700 عام وهو حامل العرش. بيقول ايه؟ بيقول سبحانك يا الهي حيث كنت. فيرد ربنا عليه يقول لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا. ما يعرفش قدر الله. ليعرف قدر الله ما يحلف كاذبا وما يتكلم كاذبا ابدا ابدا، لان الله خبير وعليم. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض؟ ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير، كل مكتوب عند ربك. فاياك والكذب، اياك والكذب في المعاملات وفي حياتك ومع اهلك وفي كل حياتك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثه امور في الحرب، لان الحرب خدعه. في الاصلاح بين الناس، لو ذهبت الى هذا فسب هذا بتقول له لا، ده بيقول عنك احسن كلام، لان الاصلاح بين الناس نماء. وبين الراجل ومراته في موضوع الحب، يعني انت حلوه وانت جميله وانت الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها دي. مش كنت فين؟ يقول لها انا كنت في المكان الفلاني، كنت في المسجد وكان قاعد على القهوه. كذاب. ها كذاب. وديت الفلوس دي فين؟ والله لقيت واحد فقير طلعتها له. كذاب، لانه اتصرف فيهم في تصرف اخر. هذا كذب. انما الكلام بقى بتاع انت اجمل واحده في الدنيا، الكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده ماشي. هذا لتأليف القلوب اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انا ممكن اكذب بين الناس عشان اقلب بينهم؟ لا، الا لما يكون اثنين متخاصمين بس. متخاصمين بس عشان ما اقولكش يوسع نطاق الكذب. انا قلت كده يا اخي عشان ما تحصلش مشكله. ان واحد بيساله سؤال بيقول له يا راجل انت عملت الحاجه؟ قال له لا ما عملتهاش ولا ما جاتش على بالي. طيب تمام بس انت عملتها؟ اه عملتها. يبقى انت كذاب. بتساله انت عملت كده ليه؟ يقول لك عشان ما تعملش مشكله. عشان ما تعملش مشكله. يقول لك ايه كمان؟ الناس عندهم فلسفه، يقول لك درء مفسده ايه كبرى بمفسده ايه صغرى. ناس عندهم قواعد يا راجل، هم عندهم قواعد فقهيه، ناس نظمائهم. درء مفسده كبرى بمفسده صغرى. انت ما تعرفش ان الكذب ده النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش حد ليه؟ لان الحدود بتطبق على المؤمنين والمسلمين. انما الكذاب مش مسلم، الكذاب منافق. الكذاب منافق، والمنافق لا تندرج عليه احكام الشريعه. لا تندرج عليه احكام الشريعه، فانتبه. كذب عار في الدنيا، وعار حتى في ضميرك ونفسك، وعار يوم القيامه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا واياكم من الصادقين، اللهم امين. او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله اليوم العالمي في المدرسة إن شاء الله. هيجتمع الطلاب إن شاء الله من كل الجنسيات، لكنهم مسلمون تحت مظلة هذا المسجد إن شاء الله. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن الجميع يكونوا على قدر من المسؤولية في تشجيع أبنائنا وتحبيبهم ببعض، والحضور للجميع إن شاء الله من الساعة 5 إلى الساعة 9 إن شاء الله.
في طعام وفي بعض الامور الاولاد هيلبسوا بعض الزي وفي بعض الكلمات ودروس، فكذلك هتعرفوا مستوى المدرسه ومستوى الطلاب، وده امر بيحتاج مننا جهد. الناس بره، مش انا اللي بقول والله، الناس بره بيقولوا الانصار اكتر مسجد بيحارب الناس اللي فيه. يعني المسجد الانصار بيحارب المدرسه، والمدرسه بتحارب المسجد، والناس بيحاربوا بعضهم. انتوا بقى اثبتوا العكس. انا بقول لهم لا، بقول لهم والله ده الانصار دول احسن ناس، احسن ناس، وناس لما بتدربهم للخير بيكونوا في مقدمه الناس، في مقدمه الناس. فهل بقى الكلام ده هيكون صدق ولا انا كنت بكذب؟ ان شاء الله هنشوف. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الجميع يحضر، حتى لو ما عندكش اولاد، حتى لو اردت مدرسه اخرى احضر وشارك في هذا الامر، تشجيع لابنائنا المسلمين، لعل الله ان يخرجهم مسلمين ثابتين على الاسلام هم وذراريهم، اللهم امين. الامر الثاني، يوم 13 ابريل ان شاء الله في مؤتمر لاخواننا في اثيوبيا، من اثيوبيا في مسجدنا هنا ان شاء الله، وفي ضيوف من اثيوبيا. انتوا عارفين حال المسلمين في اثيوبيا. اثيوبيا دي كانت قريه صغيره في وسط محيط مسلم. لما الاتحاد الكنائس العالمي هو اللي حكمها، بدا يوسع 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 لحد ما التهم اجزاء كثيره جدا من بعض الدول اللي حواليه، وهو الذي يحكمها. سيبكم من الاسماء اللي تتحط دي، الاسماء اللي بتتحط دي كلها اجراء عند اتحاد الكنائس العالمي لتنصير المسلمين هناك وتضييع دينهم. فعلموا من ضمن هذه الامور، مع ان المسلمين 60%، انما الحكام لابد ان يكونوا نصارى. المسلمين 60% الاغلبيه، ومع ذلك الحكام لابد ان يكونوا نصارى. اثنين، من اكثر من سنه، بداوا يشيعوا بين المسلمين جبرا في مساجدهم وجامعاتهم هؤلاء المسمون بالاحبش، الفرق المنحرفه المبتدعه البعيده عن الدين في امور كثيره. بداوا يسلطوهم عليهم حتى يغيروا لهم دينهم ويغيروا لهم فكرهم ويجعلوهم من المبتدعه مثلهم. كل ذلك درجات للوصول الى المرحله الاخيره ان شاء الله. لن تكون بتنصير المسلمين، لن تكون، وان شاء الله سيكون الامر بالعكس باسلام النصارى ان شاء الله، ان شاء الله. فنرجو من الجميع ايضا الحضور. ايضا اخونا ابو الشار ابو الدهب توفيت اخته في سوريا، استشهدت هناك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبلها في الشهداء، اللهم امين. اخونا بيقول العهد عليه، بيقول ان النظام منع الصلاه عليه. النظام منع الصلاه عليها، ولم يستطع احد ان يصلي عليها، صلي عليها ودفنوها هكذا. فخلينا ان شاء الله بعد الصلاه نصلي على الشهداء جميعا، عليها وعلى الشهداء جميعا، في سوريا وغير سوريا. سوريا وغير سوريا، من المسلمين، في اي مكان من بلاد المسلمين، بيتكلم عربي ولا بيتكلم اي لغه اخرى، يعلم ربنا سبحانه وتعالى، سنصلي عليهم ان شاء الله. ايضا في اخ لنا، وكذلك المسلمين عموما، دوروا ادعوا الله سبحانه وتعالى لنا جميعا بصلاح الحال والتوفيق، اللهم امين. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم وفقنا الى الحق والى الصراط المستقيم، اللهم وفقنا الى الحق والى الصراط المستقيم، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا واهد ابنائنا وبناتنا وجميع المسلمين، اللهم احفظنا واياهم بالاسلام قائمين وقاعدين ومتحركين، اللهم لا تطمع فينا ولا فيهم الحاقدين ولا الحاسدين، اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس، اللهم عجل لامتنا بالنصر والفرج والفتح القريب الذي وعدت يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.